اهلا وسهلا بيكم من جديد. يسعدني ويشرفني النهارده ان يكون معايا الكاتب الاستاذ احمد القاضي، استشاري العلاقات الاسريه وتطوير الذات. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ احمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. سمعت الحكايه؟ اه سمعتها. ايه رايك فيها؟ انا عايز اعرف ايه رايك في الحكايه بتاعتنا النهارده. يعني هي حكايه لا تنكتب وتتعمل روايه، تنكتب وتتعمل على فكره حكايتنا يعني احنا كلنا تقريبا افلام، كل واحد ليه القصه بتاعته في الحياه. يعني اما الدنيا الا مسرح صغير. صغير. لا كبير. لا صغير، عندنا احنا لسه صغير. تمام، اتفضل. رايك ايه في الحكايه؟ قصه فظيعه جدا، مشوقه جدا. حتى الناس اللي كانت موجوده في الكنترول روم كانت متشوقه، حتى انها مش عارفين يطلعوا بره الباب عشان يكملوا بقيه الحكايه. الحكايه كمان لحضرتك اخترت عنوان جميل قوي للحلقه، فكره الباب السحري. وكانت لطيفه قوي السرد بتاع حضرتك، وكان شكله يعني حلو ووصل للناس كل اطراف الروايه واتكلمت عنها بشكل كويس. فلا قصه جميله جدا، وان شاء الله مبروك البرنامج، ربنا يوفقك دايما كده. ربنا يحفظك. ميرسي جدا يا استاذ احمد، ميرسي جدا. رايك عموما فيها ايه؟ شايف ايه؟ بصي حضرتك، هي بالنسبه لي انا يعني احنا ممكن نكون اتفرجنا على افلام كتير وعاشرنا ناس كتير وشفنا روايات كتير. الروايه دي عموما او القصه دي عموما يعني بتتكون من بالنسبه لي انا من اربع شخصيات رئيسيه. اربعه تمام. وليس ثلاثه. لو يعني اكون عملت الباب السحري الشخصيه الرابعه. لا. ما انا قلت مش باب زويله يعني. الباب السحري ده هو محور يعني محور تمام. القصه فعلا يعني. تمام. انا بعتبر ان الموضوع بيتكون او الشخصيات اللي موجوده في القصه اللي حضرتك حكيتيها هي طبعا الزوجه والزوج والجاره والاب. والد تمام. صح. والد صح. البنوته دي. احنا لو حبينا يعني نرسم رسم بياني، وانا بحب اشتغل دايما فكره التحليل البياني حتى للشخصيات، دايما لما بقعد احسب الموضوع كده، احنا المفروض ان ربنا مدينا عقل نقعد نفكر شويه وندور على التحليل بتاع الشكل ده عامل ازاي. فلو احنا جينا رسمنا بيت شارت او دايره او تورتايه وحبينا نوزع المسؤوليات على التورتايه دي، فانا من وجهه نظري ان المفترض اللي يتحمل بالظبط كده هتبقى 50 25 25. 50 يتحملهم الاب تمام، و25 يتحملهم الزوج، و25 تتحملهم الزوج. بص بقى، انا مختلفه معاك في حته التقسيمه بتاعت التورتايه دي، لان انا يعني من وجهه نظري انا ال 50% للزوج. طيب لان أنا هو كمل ما اتفضل اتفضل. انا قعدت احلل الموضوع بشكل يعني من ساعه ما سمعت القصه، وقعدت احللها بشكل اكثر يعني دخلت اندبس في العمق يعني عشان اشوف الموضوع جاي منين. كنت في الاول بحاول اوزعهم على اربع شخصيات، وكل شخصيه منهم تتحمل 25. بس اكتشفت ان والد الزوجه بيتحمل النسبه الاكبر، لان هو اللي صدر للمجتمع المشكله دي، وهو اللي جاب للمجتمع اكيد اوريدي فكره ان كل اب بيحب يدلل او يدلع ولاده. ده شيء اساسي ممكن طبيعي الناس كلها بتعمل الناس ده، كل الموضوع بتعمله كله حسب طباعه وكله حسب تربيته. بس فكره الدلع الزائد عن الحد بيعمل مشكله كبيره جدا. حضرتك وانت بتحكي بتسردي الحكايه وانت بتتكلمي عنهم وعن الواقع، فكلنا بنتخيل تخيل الازمه اللي عايشها الزوج، ومتخيل ازاي الزوجه مش حاسه بالزوج ان هو موجود معاها. طبعا هي في تفاصيل كتيره في القصه بس الوقت ما يسمحش. طبعا هي ما انا قلت لحضرتك، هي ممكن تتعمل فيلم قصير او روائي قصير، او ممكن تتعمل مسلسل سهره تلفزيونيه، لانه يعني هي حلوه معموله بشكل كويس. الزوج ممكن يبقى شخص ارستقراطي من اللي هو بتاع الروب والحزام والحاجات دي اللطيفه، احسان عبد القدوس. ايوه بالظبط كده، اللي كان بيقوم بيها زمان يوسف بيه وهبي، وكان بيقوم بيها زمان حتى في الافلام البحث عن فضيحه واشاعه حب والحاجات دي. كانت ممكن يقوم بالشخصيه دي، ده الزوج انا بتصوره يعني. والزوجه شخصيه اجتماعيه، شخصيه بتحب، مش اجتماعيه، بتعرف يعني هي شخصيه باصه لنفسها قوي، حاسه عندها حب يعني الذات، وعندها لانها اتدلعت. وغالبا كل حد بيتدلع بزياده في صغره، لما بيكبر بيبقى عنده فكره تحمل المسؤوليه دي مش موجوده، فكره الانانيه بكل تاكيد موجوده، بيبقى اناني بشكل كبير، ما بيبقاش عنده، دايما بياخد ما بيديش. فنرجع للوالد، والد البنت، هو يعني طبعا دي بنته الدكتوره، بنته الوحيده زي ما حضرتك كنت بتقولي الوحيده. هو شايف انها احسن من كل اقرانها، هي شايف انها احسن حاجه، حقك بنتك وانت عايز تخليها احسن حد في الدنيا، بس كان لازم تعرفها المسؤوليه. انت حضرتك ما ذكرتيش الوالده، فاحنا هنخلينا بس مع الوالد. الوالد هو قائد البيت في المنطقه دي. المفروض ان هو كان رباها ان انت هتتحركي من بيت زوجك والدك لبيت زوجك. فلما تروحي هناك لازم تتحولي لشخصيه مناسبه لزوجك. زوجها
راجل مشكورا كان رومانسي على كلام حضرتك، وكان بيحب يعيش بلا مشاكل، وكان يحب يعيش بشكل كويس مع زوجته، يعني كعادة كل الناس اللي نفسها تعيش بشكل كويس بسلام أو بسلام طبعا، ويعني كلنا نحب نعيش بسلام جوه بيوتنا وبين جدراننا الأربع. بس الأزمة إن هو اكتشف إنها مدللة زيادة عن اللزوم، وحس إنها يعني فكرة بقى حضرتك بتقولي أنت عجبتيني قوي في الكلمة اللي حضرتك قلتيها، هو ليه ما دخلش وكلمها وناقشها وتعالي واعملي. هو آثر نمط من أنماط الخمسة لمواجهة المشاكل، في حاجة اسمها الأنماط الخمسة للتعامل مع المشكلة. هو خد نمط اسمه نمط السلحفة أو نمط المنسحب، هو اسمه كده النمط المنسحب ده، هو بيخش جوه الصدفة بتاعت السلحفة، هو اسمه كده. فهو قال لك لا أنا هنسحب، هو الصدفة بتاعت السلحفة هي مكتبته. يعني هو زي ما انا قلت كده ان هو يعني بيكبر دماغه بقى ومع نفسه وقال لك خلاص بقى خلاص. انا ما عنديش. وده برضه على فكره يعني مشكله كبيره بتواجهها ناس كتير، انها بتقول لك انا مش عايز اروح، مش شخص صدامي، مش شخص اقدر احل الموضوع بشكل كده. فبياخد النمط بتاع ان هو يدخل فعلا صومعته ويدخل الصدفه بتاعته بتاعت السلحفه ويستخبى جوه، اسمه نمط منسحب. ما في نمط اشيك منه شويه اسمه نمط الدب الوديع، اللي هو يعني الدب الوديع ده نمط تاني بيواجه بيه المشكله، بيقدر من خلاله يقدر يتعامل مع كل جنبات الشخصيه اللي قدامه، بيفهمها كويس بس بوداعه بسلام بهدوء، بيقدر يطلع من اللي قدامه احسن حاجه. هو ما فهمهاش، هو ما عملش كده. بس هي زي ما قلت لحضرتك الاب 50% من وجهه نظري، لان الاب ده بادئ من السورس، يعني هو معاه البدايه من الاول. يعني هو انا كنت ممكن اديله 25 لو هو كان شخص عادي زي الزوج والزوجه زينا كده، لكن هو عشان كده بقول انا يعني انا هختلف هنا معاك، واسمح لي الاختلاف عادي يعني مش مشكله. ان الزوج انت شفتها بالكيفيه دي او بالشخصيه دي، انت لو يعني كنت اشتغل معاه شويه طبعها بطبعك يا اخي. دي غلطه طبعا عند الزوج. طبعا ما هو انت خلاص هي جات لك، فانت عشان كده قلت هو غلط اكتر من الاب. لا ماشي اوكي اوكي دي نسبه دي برسنتج، بس انا من وجهه نظري الاب اكتر، لان هو صدر لي. انت جايب لي منتج كده، منتج انا كنت بقول لحضرتك انت المنتج بتاعك هو طالع من الخط الانتاج في ديفو اصلا، في مشكله، فانت بقى كنت بتحاول تصدره لدول الخارج وتقول له انا عندي احسن منتج موجود في السوق. هو مش كده، هو احسن منتج بالنسبه لحضرتك لكن هو يوزلس ولا يستخدم بالنسبه للاخرين. مش احسن حاجه عند التانيين. فهو الاخ الاستاذ اللي هو الكاتب الرومانسي اللي حضرتك بتقول عليه اللي دخل جوه غرفته ما قدرش يواجه، دخل استخبى قعد فتره طويله وهي طبعا مش موجوده. وانا اصلا كمان مندهش جدا جدا من فكره انها تقعد سنتين اتنين ما تشعرش بوجود فتحه. انا هتجنن عشان كده انا والله ما قادره اكمل الحكايه. بس هو عمل حاجه جديده قوي يعني بصراحه. هو عمل حاجه جديده فكره، يعني هو فكرني في فيلم لصوص لكن ظرفاء لما كانوا بيفحتوا عشان خاطر ينزلوا الشقق. هو فاحت ورا واحنا اصلا في بيوتنا العاديه جيراننا اللي جنبنا لو كحوا بنسمعهم. فهي مش عارف ازاي هي متخيله ان الراجل ده بقاله يعني قاعد جوه وبقاله سنتين. طب يعني ما بيطلبش يعني طلبات؟ ما بيخبطوش عليه يا بابا انت فين؟ طب هو بيروح هناك؟ طب الاوضه فاضيه؟ لا هي مكبره دماغها بقى خالص، القصه مش في دماغها. ما انا قلت ان هي دفنته. خلاص انت دخلت الحته دي يعني بلا رجعه. يعني انا مش خلاص. انا مش وحضرتك قلتي برضو ان هو يعني جاب حاجه الزوجه الثانيه او الجاره شخصيه لطيفه برضو، شخصيه كويسه، وشخصيه عرفت تدخل له من مداخله فين. كل واحد فينا عنده مداخل تختلف عن الاخر، بس المهاره انك تعرف مدخل كل حد مفتاحه فين. فهي عرفت ده وعرفته بشكل كويس، فقدرت تلعب على النقطه دي. التورتايه قبل ما نسيبها اللي هي متقسمه على ثلاث بورشنز او ثلاث حصص 50 25 25. الجاره الجاره كانت ممكن تبقى جزء من التورتايه، او انا شايفها من وجهه نظري بره التورتايه، ولكنها السكينه اللي قسمت التورتايه. هي كانت ممكن تكون مشرط الجراح، ما حد برضه اللي يقدر يحل المشكله، لكن هي اثرت انها تختار تبقى سكينه تفصل، مش مشرط يحل او مشرط يشفي من الالام اللي عند يعني ده خطا منها. هي يعني انا حضرتك كنت بتشرحي برضو بتحكي القصه ان انت قلتي برضو انها كانت مصره على فكره انك ما تقولش. حتى فكره الولد ما تقولش. طب ليه ما نقولش؟ يعني بصي من وجهه هي نظري مش عايزه تعمل له مشاكل. لا مفيش كده، مفيش كده يا فندم. لا مفيش كده. طب ما هي قعدت معاه سنتين بقى، يبقى زي مفيش كده. لا انت سنتين زوجه وجاره لجارتك، يعني حق الجار حتى عندك للتاني. انت من وجهه نظر اي حد تاني انت دخلتي من باب خلف. هو عايش في دور سوري ارنب. عارفه الارنب اللي يخش مش عايز اقول حاجه، يعني هو ارنب بيفتح فتحه عشان خاطر يعدي الناحيه الثانيه. وهل يعني ارنب يعني مش قادر يواجه؟ مش اسد، مش هقول شرس، لكن هو حب الحكايه كده.
ممكن يكون استمتع بيه. السرقه ده الشخصيه دي ممكن في ناس بتحب الباب كده، الباب اللي فتحه هو حب السيستم، عاش فيها حب الفكره دي. لكن انت حضرتك بينك وبين زوجتك اللي هي مفترض انها زوجه على سنه الله ورسوله، اللي هي ورايا في حيطه تانية ومفتوح لها فتحه، حضرتك عملت كده، طب ايه الاختفاء ورا الحيطه وتعمل ليه كده؟ ليه؟ يعني دي زوجه طبيعيه على سنه الله ورسوله لازم تواجه بيها العالم كله. طب حضرتك قلتي انها بقت حامل والف مبروك وكلام من، هتروح فين؟ الحمل ده هيتبان ازاي؟ هنرجع نصلح باثر رجعي؟ هنتفاجئ انك انت فالاطراف يعني بالكامل كلهم على بعض غلطانين. يعني نظريه الاستحقاق هنا بتيجي بتقول ان كل ساق سيسقى بما ساق، فكل واحد فيهم كان عمل حاجه اكيد هيتترد له بشكل او باخر. الاب ما رباش كويس فبناء عليه زوجته مش ما رباش كويس، اعتقاده هو من انا وجهه نظري الصح. اللي بتقول ان ده على خط انتاج الزوجات المقدرات المحترمات اللي بيكملوا في البيوت لا تصلح. لا تصلح، ممكن تفهم مع حد تاني بقى متنازل تماما. يعني هو شايف الموضوع بشكل بقى منبطح انبطاح لا نهائي. لا هو بالنسبه له بس برضه عايز اقول لك على حاجه برضه، يعني هو هنا راجل ما راحش عمل غلط، هو اتجوز، يعني هو كان ايه الاحسن؟ لا طبعا مش ان هو يعمل غلط لا ولا ان هو يتجوز؟ يعني احنا برضه بنلوم عليه ليه؟ يعني احنا برضه بنلوم عليه ليه؟ هو هنا راجل اتجوز على سنه الله ورسوله. لا 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 لازم محدش يقول برضه اني عدوه المراه. لا على فكره انا ليا تعقيب صغير على بدايه الحلقه خالص قبل ما تحكي القصه. انا بحييكي على الكلام اللي انت قلتيه بفكره اللي هي العداوه عدوه المراه او غيره. الناس اللي بتفسر كده ده تفسير مغلوط وخاطئ مش صحيح بالمره. انت اللي حضرتك بتقولي انت بتحاولي توازني وتحافظي على البيت لا بكل شكل. يعني شفت الحلقه بتاعت حضرتك جميله ما شاء الله. لا انت بتحافظي على البيت، فهي يوم ابقى اسهل قوي انك تقول لا فلانه تنفصل ومع السلامه، او فلان يا ابني روح سيبها وشوف غيرها. ما انا قلت لحضرتك ده سهل جدا. لا لا لا، لكن فكره التحامل على المراه دي انا مش شايفها موجوده. بالعكس انت بتاخدي الموضوع من وجهه نظر تانية، ومش لازم عشان حضرتك سيده وانثى فتروحي تتعاطفي مع نفس الجندر او نفس الجنس عشان خاطر انت بس مجرد انك بتتعاطفي معاه زي اخرون يعني. لا مش كده. حضرتك ما شاء الله بتتكلمي بشكل كويس بشكل متزن، وده محتاج عشان نصلح. وان شاء الله الهدف بتاع حضرتك وبتاعنا ان هو الامور تستقر في الاصلاح. طب سؤال بقى هنا الدكتوره تعمل ايه في القصه دي؟ تعمل ايه؟ بصي حضرتك، هو احنا هنصلح يعني هنصلح حاجه، خلي بالك في اولاد في اولاد هنا وفي بيبي لسه جاي هنا. لا يبقى هي لازم تتحمل ما افسدته. يعني هي مش هينفع تقول له انفصل عنها؟ لا ده ما ينفعش. لا ما ينفعش طبعا ما ينفعش. وهو المفروض ما انفصلش عن الزوجه الثانيه وما عملش حاجه حرام. هي ما عملتش برضه الزوجه الثانيه، انا شايفه ان هي ما عملتش. يعني حضرتك وصفتها بان هي سكين او ان هي كانت حاجه حاده، يعني ما انا قلت لك هي كانت ممكن تبقى مشرط. بس طب ما يمكن ان هي حافظت على الزوج ده من اي خطا كان ممكن يحصل، ممكن كان طلق مراته وممكن متجوزين عرفي يعني. لا رسمي. طيب يعني ايه الاختفاء في كده؟ زوجه ما هي كانت بتحافظ على كيان البيت الثاني وبعد ما بقت حامل، مش عايزه مشاكل وبعد ما بقت حامل. لا خلاص بقى ايه الوضع؟ ما عرفناش نحافظ بقى. لان في انديكيتور دلوقتي طلع بقى في احشائها بقى طفل جديد جاي، هيبقى ابن بابا ابن جارتها. يعني ابن جوز جارتها. ننصحها ان هي تكمل وتعيش الحياه، لان خلاص في اللي هي الزوجه الدكتوره تكمل بكل تاكيد كده. بس بقى بس هي لازم تعمل تعوض الزوج عما تفتكر هتقدر تعوضه؟ ما هو حضرتك يعني مش هتشيل منه؟ هي اكيد هتشيل. بس خلينا بقى نرجع للوجيك. هو وصل لكده بعد ما تقمص شخصيه السلحفه ودخل وحضرتك اصريتي على كده اللي هي الزوجه الدكتوره وكنت مصره انك توصلي لكده بدلع والدك ليكي وبشخصيتك اللي كنت بتفرضيها عليه، ما تقوليش الا الدكتور ومش عارف ايه. على فكره هي كانت بتتمنى ان الزوجه الثانيه دي تبقى اقل منها، يمكن ده كان رضا غرورها يعني. خلاها كده تبقى مبسوطه. لكن القصه والله هنا حتى حضرتك لو اقل مش هتبقى راضيه. لا اقل في الشكل، اقل في يعني مش كده. انت عارف حضرتك الدكتور مثلا الدكتور مثلا يعني في بعض الاوقات وفي غالب الاوقات ساعات ممكن يتزوج الممرضه اللي موجوده معاه. اشمعنى؟ هي راحه. ليه؟ لا راح روح. روح روح ممكن صاحب اصحاب الشركات المحترمين. هي كانت عايزه تخلق هنا لنفسها يعني عذر مثلا. هو مثلا راح لاقل مني، هو مش عارف ايه. لكن لما اتجوز واحده في نفس مستواها جميله ومثقفه ومش عارف ايه، بس زياده بقى ان هي مريحه وزياده مش عارف ايه. انت بتدور على المعنى يا فندم. هو انا شايف ان الاستاذ الزوج بحث في شكل اكتر عن المظهر وترك الجوهر. والمظهر عمره الافتراضي اقل بكتير لما اتجوز الدكتوره. الدكتوره المظهر تمام. المظهر غالبا عمره الافتراضي اقل بكثير من الجوهر. الجوهر يبقى. الجوهر ده هو احنا كلنا ممكن نكون في بعض الاوقات بنتمتع بشكل وملامح لطيفه في سن معين. لكن احنا مع مرور الوقت خلاص. يعني صبنا الهرم
وان احنا نتعب ونبتدي شعرنا يبيض وكلام من القصص دي كلها، لكن يبقى جوهرنا. الورده لو ذبلت تبقى ايه؟ رائحتها هتبقى موجوده فيها. فهي مهما كان شكلها ومنظرها وطريقتها، لكن من وجهه نظري لا، صعب ان انا اتعايش مع حد بالشكل ده مدى الحياه. وهي اول ما بعدت حلم بشخصيه ثانيه وراح دور عليها وصدفه. لا هي صدفه، هو شاف الخيال اللي كان بيحلم بيه. لو ما كانش لقى دي حضرتك اللي هي حته بتاعتها وراء، ما اعتقدش. لا ما اعتقدش، لا ما كانش هيستحمل ده بشكل، لا كان لازم هيدور. حتى لو كانت السيناريوهات بتقول كان ممكن يواجهها ساعتها؟ لا كان هيدور على حد بره، مش على هيواجه. حد بره بقى؟ لا لا مش هيواجه، هو مش هيواجه من وجهه يعني وجهه النظر. انت هنا كراجل هتقدر ترد فعلا لا اكتر. لا مش هيواجه، مش من شاب على شيء شاب عليه، هو اتولد كده وعاش كده وهيفضل كده، فمش هيكمل غير كده. ان هو بيدور على الحب. هو بيدور على الحب، ده حقه وحق اي واحد فينا. اي حد يدور على الحب، بس انت وانت بتدور على الحب بقى قدرت تعالج قبل ما تطلع عشان تواجه تجيب من بره؟ انت عارف تتصلح جوه؟ لازم تحاول على الاقل ترضي نفسك. حاولت مره واثنين وثلاثه، وكلمت مره واثنين وثلاثه، ووجهت مره واثنين وثلاثه، وبلغت بابا وماما وفلانه مره واثنين وثلاثه عشان احل، وما ينفعش. هل ده معناه ان هو يعيش راهب ما يكملش حياته بشكل كويس؟ اطلاقا اطلاقا لا، لازم يدور على حد تاني وحقه. بس هنا بقى في الوقت ده ما يبقاش بقى لا جواز في السر ولا جواز عرفي ولا ربنا يعافينا يعني مصاحبه ولا كلام، لا جواز رسمي على سنه الله ورسوله. يراه القاسي والداني، يخرج معاه في اي مكان، تبقى حامل منه وهو في قمه السعاده، مفيش اي احراج. بس احنا كده كستات يعني بننبسط قوي لما بنسيب ازواجنا كده. يعني الست هنا بتيجي بعد كده في اخر تندم بقى وتقول هي سكتت هنا في القصه، يمكن انا حتى عملت كده، هي سكتت ما نطقتش. هل احنا هنا بنبقى يعني مبسوطين قوي باللي بيحصل ده؟ ما هو برضو انا برضو ما زلت بقول ان الزوجه عليها حمل كبير جدا. شد إيه؟ فعلا الراجل، انها تشد فعلا الراجل. هي هنا ما شدتوش ولا مسؤولية ولا بس مسؤوليه مش حمل. الحمل ده يعني مسؤوليه كبيره جدا جدا، ان انت الراجل ده فعلا انا زي ما بقول امانه فعلا. ليه فعلا ما نحافظش عليه؟ وليه هي سابته كده؟ ليه كل ده؟ عشان التربيه بتاعتها يعني؟ كل ده عشان هي اتربت ان هي متدلعه وي وي وي؟ طبعا هي ما بقول لحضرتك، فخايف ان هو يدلعه بس كانت يعني. كانت انانيه وكانت عايزاه يدلعها وفقط وبس، وازاي يزعل ويزعل ليه وما بتشوفش غير نفسها؟ ده طبيعه الشخص. هي هنا تقدر تتحمل الفكره دي؟ انا مش عارفه يعني نفسيا كده ان هو تتحمل ان هو يروح لحد تاني، ان هو خلاص بقى في امر واقع دلوقتي، في زوجه تانية جنبها جنب الباب. طب وايهما اوقع؟ هتبقى بقى منفصله وتروح تاني لحد تاني بنفس فكره الدلع ونفس فكره الانانيه اللي عندها ديت يعني؟ وعندها حضرتك قلتي عندها اولاد. ما هو المشكله في الاولاد بقى. لا مش عايز اقول دايما المشكله في الاولاد، ما هو الاولاد في كل الاحوال. اصل هو ما بقاش بينهم دلوقتي غير حاجتين بس، العشره والاولاد. هي خلاص بقت ام اولاده مش زوجته. هي ام اولاده فقط وليست زوجته. اللي كان بيحلم، شوفي بقى حضرتك احنا جايين منين لفين. شخص في الكليه كان بيروح لها وسعيد ومعجب بيها، ده كان هيموت عليها كمان. هيموت عليها خلاص. بدانا حياه، دخلنا عشه زوجيه، بدانا نكتشف في بعض اللي ما كناش متخيلينه من بعض. فبدات بقى تحس لا ده انت اوفر قوي في طلباتك، ده انت كتير قوي في دلعك، ده انت زياده قوي في انا دكتوره ومش يعني ده في حد. حتى لو انا والله العظيم ايه، لو انا سفير وزوجتي بتعمل كده احس برضو بسخافه في الطلب. يعني يمكن قلت في القصه ان انت ده مش زميلك في الشغل يا ماما، ده مش زميلك في الشغل صح. عشان يقولك يا دكتور وعشان مش عارفه ايه والكلام ده كله. هنا يعني انا الاحترام موجود، الاحترام كبير. موجود لكن الالقاب ترفع. الاحترام لازم يكون موجود لكن الالقاب ترفع. يعني لحد زمان كانوا بيقول لك يا سي احمد ويا سي فلان، ده في الافلام بتاعه زمان. لكن احنا بنقول ان الناس دلوقتي تقدر تقول احمد ويا محمد ويا مصطفى ويا كده، بس ما تطولش عليه ولا هو يبتدي يحقر من شان مراته اطلاقا، ده مش كويس خالص. لكن برضو ما يبقاش بقى فكره ان انا دكتوره وادخل واطلع دكتور. انا متخيل شكلها وازاي اللبس بتاعها وازاي تخيلت معانا ومع المشاهدين. طبعا تخيلتها طبعا، دي ممكن حد انا اتشيك بيه في حفله، ممكن اطلع بيها على اي اوتيل واطلع بيها دي زوجتي دي مراتي. لكن وانس ان ارجع البيت واقفل باب الشقه، ده شيء صعب جدا، مش هتحمل نفس الشخصيه دي. تبقى بالنسبه لي شخصيه صعبه الحقيقه، صعبة طبعا. شخصيه متسلطه، انا شايفه ان هي شخصيه عنيده حتى مع نفسك عشان تبقى عارفه يعني. هي ما هو عنيده؟ لا عنيده طبعا. وده ناتج الدلع، والدلع ده مصطلح مشوه او محرف للحنيه. ايوه طبعا. يعني حنيتنا على اولادنا، حنيتنا على اولادنا ده طبيعي وشيء مقبول وشيء محبب ان احنا يبقى عندنا حنيه على اطفالنا واولادنا. لكن فكره الدلع هنبتدي نشوه الحنيه طبعا، هنبتدي نشوه. وده ملوش اي لينك بالموده والرحمه خالص، اللي هي بقى تمام. بتسمى بعد ما نكبر ونبتدي نجيب زوجه
نبتدي نخش في موضوع سريعا كده سريعا، ايه مفتاح الراجل؟ بما انك راجل بقى، ايه مفتاح الراجل؟ يلا دي الوصفه السحريه او الباب السحري. يعني باب السحري. لا انا شايف ان الراجل فكره الاحتواء عند الراجل شيء مهم جدا، انك تحسس دايما الزوجه، تحسس زوجها ان هو اهم حد عندها. يعني الشخص الزوج او الراجل عموما طباع الشخصيه هو شخص عنده حاجات كتير قوي بيعملها بره، عنده ازمات كتير قوي بيواجهها في العمل في حياته الطبيعيه، محتاج حد اول ما يرجع. حتى لو عارف حضرتك، هو احنا بنسيب امهاتنا ونروح لزوجاتنا، تمام صح؟ فلو الزوجه ما تقدرش تلعب الدور ده بذكاء، انها تقدر تحتويه، انها تقدر حتى لو هو يعني قدامها مش هيصغر، هيبتدي يعني يروح لاهتماماتها وجواها. انا مستغربه ان الزيجات دلوقتي بقت سنه او سنتين ونلاقي حصل طلاق، في ايه؟ امال فين ال 20 وال 25 سنه؟ وفين الناس دي كلها؟ فين الحاجات بقى الحلوه دي؟ ابحث عن المعنى يا فندم، وابحث عن المصدر. المشكله جايه من السورس الاساسي اللي كان بيربي. ما كانش، كان زمان كانوا بيربوا على، ودلوقتي بقى بيربوا على حاجه ثانيه خالص. الحلقه النهارده كانت ممتعه جدا، والوقت كان صغير قوي، هي الحلقه كان القصه كانت كبيره. لا ما اسمح لي ان شاء الله كاتبنا استاذ احمد القاضي برضه تبقى معانا ان شاء الله في حلقه جايه، واجيب لك كده حكايه جميله بقى تتكلم فيها باستفاضه اكتر من كده. ربنا يبارك. يا ست الكل، يا ست الكل، بالله عليكي خراب البيوت سهل جدا، الصعب فعلا ان احنا نبنيه. بالله عليكم حافظوا على بيتكم، وحافظوا على حياتكم، وحافظوا على اولادكم، واشكروا معايا الكاتب استاذ احمد القاضي. شكرا لحضرتك. بجد الحديث مع حضرتك ممتع جدا جدا جدا، واسمح لي بامر الله تبقى معانا تاني. ده شرف ليا. وبالله عليكم الباب السحري لازم تدوروا على المفتاح بتاع جوازكم، بدل ما غيركم تدور عليه. باي باي.